نهاركم سعيد مشاهدينا على اليوم السبت 11 حزيران 2016. ملفات متأزمة تحاصر الوضع اللبناني برمته، بدءا طبعا من ملف الرئاسة الجمهورية المتمادي منذ سنتين إلى قانون الانتخابات النيابية إلى ملف النازحين السوريين إلى الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء إلى تلك التي خلفتها الانتخابات البلدية ونتائجها وآخرها وأبرزها طرابلس، ولم يكن ينقص إلا بعض المقابلات التلفزيونية وما قيل فيها مثل المقابلة الأخيرة للوزير نهاد المشنوق في برنامج كلام الناس، مما زاد طين أزمات تيار المستقبل بلة. ولا ننسى طبعا ملف المواجهة المصرفية بين حزب الله والقطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان الذي يتخذ طابعا بالغ الدقة. كل هذه الملفات والأزمات تتراكم مشكلة عبئا يرزح تحته بشكل خاص تيار المستقبل، حيث تكثر الأسئلة والتكهنات حول مستقبله ومستقبل رئيسه سعد الحريري في ظل ما يحكى عن أزمات مالية وتنظيمية وسياسية وسعودية إذا جاز التعبير. ستستدعي على ما يبدو اجتماعا استثنائيا للمكتب السياسي للتيار الأزرق بعد غد الاثنين كما ذكرت معلومات النهار اليوم، ومؤتمرا يتوقع انعقاده في الخريف المقبل. نستقبل اليوم في حلقتنا من برنامج نهاركم سعيد مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق دكتور غطاس خوري، علّه يجيبنا عن أسئلة تبدو الأجوبة عليها حتى الآن ضائعة أو غير جاهزة بعد. دكتور خوري نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. نهارك سعيد. شو ضايعة أو مش جاهزة أو مش لا ضايعة ولا مش جاهزة؟ يعني في موجودة دائما بالمفصل الأساسي خاصة بعد الانتخابات بيصير في يعني تساؤل حول شو اللي صار وهل هذا كان مقبول أو غير مقبول، ولازم يصير في مراجعة. يعني أي تنظيم سياسي لازم يراجع، لكن أثير حملة إعلامية إلى أول ما إلى آخر وبعدها عن تيار المستقبل وبعدها مستمرة. وأنا يعني برأيي ساعة إلى أفول، ساعة بداية النهاية، ساعة أزمته المالية، ساعة يعني مثلا. بس في أزمة مالية، هلا ما نحكي عن التفاصيل، في أزمة مالية، بس هل بهالأزمة المالية في حدا عم يسكر حسابات لتيار المستقبل؟ هل هالأزمة المالية في حدا مثلا حاطط عقوبات على تيار المستقبل؟ هل هالأزمة المالية عم بتهدد أعضاء بتيار المستقبل عم بيشتغلوا بالعالم تمنعهم من تحويل أموالهم أو عيشهم أو كرامتهم أو حياتهم اليومية؟ في أزمة أكبر بكثير من ذلك. إنه الأزمة المالية ما كمان عم تاخد وجه هيك إلى طبعاً يعني عقوبة من قبل السعودية مثلا؟ بس إنه الأزمة المالية ناتجة هذه العقوبة إذا موجهة على حدا موجهة على شخص مش موجهة على مجموعة بشرية. عم تقارنوا بينكم وأنا عم بقول لك إنه في أزمة أكبر يعني كبيرة بالبلد، في عقوبات تطاع بالطاول البلد كله، البلد كله عم بالطاوله وحطتنا أمام إمكانية أن المجتمع الدولي يسكر علينا المصارف ويسكر التعامل معنا، ما حدا بيحكي فيها، كله لاحق شو صار مع الموظفين عم يحكوا فيها، بس كمان طب يمنع يعني انه ينحكى يعني لانه تيار كبير وعريض كتيار المستقبل وهذه الحريرية السياسية صحيح. يعني اللي اليوم مهددة الى حد ما يعني نتيجة ازمات متعددة. هلا خليني احكي بالتفاصيل اكثر دكتور خوري، بس بدي اروح مثل العادة يعني بجولة على الطرقات لنشوف حركة السير. بنبدا من جوني خي، شو حلوه حركه الاوتوستراد اليوم بالاتجاهين كتير طبيعيه. هلا بعتقد بتزيد شوي باتجاه كسروان بس هيك تحمى الشمس اذا كانت تقس اليوم اضبط. عم نشوف على جسر الدوره كمان بلش الضغط يعني من بيروت باتجاه الشمال. كمان امتدادا يعني من الكارانتينا على جسر شارل الحلو حركة سير كتير طبيعية. ساحة السين بالأشرفية كمان حركة طبيعية. بالحمرة ما في مشكلة. كورنيش المزرعة كمان حركة طبيعية. وأيضا على طريق المطار
صيدا كمان حركة طبيعية. على كل حال دكتور غطاس خوري، يعني في البعض بالبعض بيتهمكم انت والاستاذ نادر الحريري بانه بتطويق الرئيس سعد الحريري ودفعه الى خيارات غير شعبيه. عم بيدفع ثمنها الرئيس الحريري من رصيده ومن رصيد تيار المستقبل في الفتره الماضيه، وادت الى يعني الاجهاز على ما تبقى من 14 اذار، فك تحالفات طبيعيه لمصلحه خيارات ضد الطبيعه. وهذا يمكن استدعى انه الرئيس الحريري باول افطار رمضاني يطلع يقول لن القي المسؤوليه في اي اتجاه ولن اعفي نفسي ومن معي من المسؤوليه لالقيها على غيري. شو جوابك؟ جوابي انه الرئيس سعد الحريري عنده اكيد بياخد اراء ناس ومستشارين، واكيد بنساعده على رؤيه الامور والاتصال بالناس وانه نجري اتصالات سياسيه، بس القرار له. ومحاوله هذا الكلام على انه انتبه انه اللي حواليك اني عم بيورطوك، هيدي انا بفتكر لنا من شيء سعد الحريري ولا من اخلاقه. بالاخر بياخذ قرار بتحمل مسؤوليته هو. نحن باي مرحله كانت ما كان في اي واحد منا عم يشتغل من راسه، وهذا كله من ضمن فريق منسق اعماله، وانا بفتكر الفريق الموجود هو فريق متنوع، كان بالاختصاص او بالمعرفه او بالخبره او هو عابر للطوائف، ويا ريت كل الاطراف السياسيه بتعمل نفس الشيء. فما بفتكر هذا الموضوع يعني له هذا يعني هذا كلام محاوله لنقول انه انه المسؤوليه بتوقع على شخص اخر، لا، الكل بيتحملوا مسؤوليات، نحن مش عم نتهرب من مسؤوليتنا، لكن القرار النهائي للرئيس سعد الحريري. يعني المسؤوليه الاولى والاخيره على الرئيس سعد الحريري اللي هو بالاخر بياخذ القرار، بس انه اكيد بيتاثر من محبين باقرب المقربين اليه، وانت حضرتك اكيد واحد منهم. مش عم ننكر اي دور عم نلعب فيه، لكن بالاخر تضخيم هذا الدور غير واقعي. وهو يعني انا برايي مش هيدي طبيعه العلاقه القائمه بين سعد الحريري ومستشارين. طب لكن يعني اذا بدنا نقول اعاده هيك القراءه للي ما حصل ومراجعه ما حصل والاخطاء اللي حكي عنها يمكن الرئيس الحريري او المسؤوليه وعدم اعفاء نفسه منها ومن كمان من معه، شو عم بيقصد تحديدا الرئيس الحريري؟ انا برايي الرئيس الحريري بلش سلسله يعني مراقب ومراجعه، وهيدي راح تتضمن يعني تكمله، مش هيدي هلا انحكى باختصار شديد امبارح واول امبارح، اليوم طبعا في خطاب اكثر شمولا وراح يحكي عن كل هالنقاط، وكل نقطه من نقطتها راح يفسر ليش اخذنا هذا القرار او ليش هو اخذ هذا القرار. لانه بالنهايه اذا بدك العنوان الاساس كان مش عم يفتش على شعبيه او شعبويه، عم يفتش على حمايه البلد. نعم. كل اللي عملناه كان بموضوع الرئاسه او بموضوع السينسين او اي موضوع اخر او بموضوع الاتصال مع حزب الله، كان هدفه انه ما ناخذ البلد على اتون النار الموجود حوالينا. الناس بتفتكر انه هيدي الشغله كانه لبنان محمي. كيف محمي لبنان؟ محمي لبنان بموقف دولي صحيح، وبموقف داخلي منع الفتنه، وبطبعا مساعد. اول شيء بده يحمي نفسه الرئيس سعد الحريري، وبده يحمي تياره، يعني انه يحمي لبنان ويخسر شعبيته وتياره ومناصريه كمان، من يعني شو وحده ساعتها بيكون شو بدهم، ما تاخذني للكلمه بس القوى الاخرى شو بدها فيه ساعتها؟ لان اليوم كمان عم بينحكى انه حزب الله او يعني خصوم الرئيس سعد الحريري كيف ينظرون الى نتائج ما حصل في هذه الانتخابات، وشو صار بهالانتخابات اللي ما صار مع غيرنا؟ مش عم بفهم انا ليش ما في محاوله تضخيم الامر كانه انهزمنا نحن وغيرنا انتصر. كل الاحزاب السياسيه بلبنان اجتها رسائل متعدده بالانتخابات البلديه، ما في ولا حزب سياسي الا ما اجاه رسائل متعدده بالانتخابات البلديه. قد يكون الرساله اللي اجتنا اقوى من غيرها، يمكن موضوع واحد هو يعني طرابلس. نعم. بموضوع بيروت
سمعتي شو قال الرئيس الحريري؟ انه نحن خي ما كنا عم نعمل معركه على بيروت مدينتي، نحن عم نعمل معركه اسمها المناصفه والحياه المشتركه ببيروت، ولو انها خسرت هذه القاعده الذهبيه اللي هي المناصفه والحياه المشتركه ببيروت كنت بده يطلب من اللائحه الفائزه تستقيل. طيب هذا هو الموقف اللي كنا عم نحاول نحميه نحن. بصيدا ما صار شيء، بالعكس فازت اللائحه، وبعده مناطق بقائيه وين ما في وجود بالجبل لتيار المستقبل وبالاقليم كانت لوائح تيار المستقبل فايزه. هلا بطرابلس صار في نوع من انه نعمل يعني نوع من هدنه او توافق سياسي اللي كان خاطئ، راح نفسر ليش خاطئ بلحظته ونقول شو هي الاخطاء اللي تم ارتكابها. بس يعني هلا يعني شو اللي صار مع تيار المستقبل ما صار مع غيره. تيار مثل اذا بتطلعي حتى على التحالف المسيحي اللي صار، القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر، بمناطق ربحوا وبمناطق خسروا وبمناطق كان له تاثير قوي هذا التحالف، بمناطق ما كان له اي تاثير فاتوا بالعائلات وطلعوا خسرانين، او بقوى سياسيه محليه وطلعوا خسرانين. فما يعني مش نهايه الدنيا انتخابات بلديه، ما حدا اليوم بيبني سياسه وطنيه على انتخابات بلديه. بتبني انت سياسي انمائيه محليه على انتخابات بلديه الى طابع سياسي. بس طرابلس ما انتخبت سياسي. انماء يعني صحيح انتخبت انماء طرابلس؟ لا عم نقول الى طابع سياسي. ما عم بقول لك لا الى طابع سياسي، في اخطاء بيتم تفسيرها بكره بس يعني اخطأته بالتحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي. انا ما بقول اخطأنا بالتحالف، انا بقول الوقت الفاصل بين اعلان هذا التحالف وبين الانتخابات كان قصير جدا، العالم ما عرفت شو صار، ما قدرنا فسرنا ليش عملنا هالخطوه وهذا يمكن ادى لهذه النتيجه. طبعا مع وجود هذا اللي ادى الى هالنتيجه دكتور غطاس خوري، ام انه الناس صوتت ضد قرارات وسياسات عم بيعتمدها الرئيس سعد الحريري، سياسات مهادنه، سياسات اول شيء الرئيس سعد الحريري ما طلع على طرابلس ولا عمل معركه بلديه، ولا كنا نحن مشغلين مكنه انتخابيه يعني مثل بيروت لنقول انه والله يمكن هذا كمان من الاخطاء. يمكن هذا يمكن 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 لا، لانه بالنهايه كان في تحالف عمل واعتبر انه هذا التحالف يعني قادر يحمي نفسه او هو يعمل مكنه انتخابيه ويعمل انتخابات، جيد ما صار هالشيء. لكن بالنهايه تم يعني تصوير هذا الامر، وطبعا لما الواحد يوم بفوت بتفصيله يعني في تيار سياسي وتنظيم سياسي لتيار المستقبل بطرابلس مدعو الى معالجه هذا الامر وايجاد مناطق الخلل وتصحيح هذا الخلل. بس يعني هيدي صفى الكلام على كأنه نحن الوحيدين اللي انهزمنا والباقي كله فاز، لا مش صحيح. كل الناس اجاها بمناطق فازت وبمناطق خسرت، وكل الناس اجاها رسائل سياسية من هذه الانتخابات. بس ولكن تبين انه اكثر فريق يمكن لا مش اكثر فريق، انا مش موافق على انه اكثر فريق، انا مش موافق. انا بفتكر انه كمان يعني خلينا نعطي مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الكلام كان على انه غالبية المناطق بده يفوزوا فيها، ما صار هالشيء. وبالمناطق اللي فازوا فيها كان في منافسة عنيفة، حتى هون بجوني وبكسروان كان في منافسة عنيفة، امبارح الاتحاد شو 28-26 يعني انه على بلديتين فرقت. فإذا هذا الكلام على انه بس اجينا رسائل سياسية لانه مش صحيح، كل الناس اجاها رسائل سياسية وكل الناس بس هن كانوا اختين خيارهم، يعني هن متفقين القوات والتيار انه بجوني ما هن متحالفين، انه بجوني كل واحد اخذ خياره وعلى اساس صارت، يعني مشان هيك ما حدا اعتبر انه هل تفاهم خسر او ربح بجوني، لانه كمان في لأنه مناطق كان القرار. ونحن كمان في مناطق اخذنا خيارنا واتفقنا نحن والقوات اللبنانية وعملنا انتخابات نحن وياهم، ومناطق ثانية ما قدرنا. فلذلك عم بقول لك هذا الموضوع تضخيمه ويعني عكسه وكأنه تيار المستقبل رح ينتهي بسبب انتخابات بلدية في مكان ما مش صحيح. هذا في رسائل سياسية اجت وفي رسائل اجتماعية يعني كيف وإنمائية اجت كمان بطرابلس، في ناس كمان انتخبت لأنه نائمة على الوضع الاقتصادي الاجتماعي الموجود وحملت يمكن تيار المستقبل واللي متحالفين معه من الرئيس نجيب ميقاتي وغيره مسؤولية هذا الموضوع. منيح؟ ففي رسائل بعدة اتجاهات بده واحد يقراها
وياخد عبر منها. شو يعني شو للرسائل يعني اللي قريتوها يعني من هذه الانتخاب؟ انه الناس عم بتقول انه اوكي صار في خطا من ناحيه انه التحالف يمكن كان بده وقت اكثر انه حتى يسوق حاله، المكنه ما اشتغلت مزبوط، ما صار في كمان وضع، بس ما صوتت الناس. برجع بسالك، ضد خيارات رئيس سعد الحريري بالحوار مع حزب الله، ضد خياراته بترشيح سليمان فرنجيه، حتى بالمقابل يعني يربح مين؟ اللواء أشرف ريفي، الوزير أشرف ريفي الذي يعتمد يعني الثوابت في هذا الخطاب السياسي من ناحية التشدد حيال هذه الملفات. أول شيء نحن بموضوع حزب الله بعد موقفنا نفسه ما تغير. ثاني شيء موضوع الحوار مع حزب الله، ما بفتكر يعني حتى اللي عم يحكوا انه مش لازم نفتح حوار مع حزب الله بيقولوا بدنا نفتح حوار مع حزب الله، بس نحن لما بنفتح الحوار بيكون غير نوع. هذا كلام تعرفي يعني انتخابي ما انه كلام سياسي. نفس الاشخاص بمواقع المسؤوليه بياخذوا مواقف شيء، وبمواقع الشعبويه الانتخابيه بياخذوا مواقف مختلفه، وهذا بيصير مع كل الناس. يعني بتلاقي انه يعني انه واحد يبقى عم يعمل معركه على شخص لياخذ محله، بس ياخذ محله بصير يحكي نفس الحكي. فهذا الموضوع نحن عاملين ثوابت اساسيه بالبلديه حمايه السلم الاهلي، وموضوع الحوار مع حزب الله شايفين نحن ما بيطلع معنا شيء مهم من الحوار مع حزب الله، لكن مش هو قناه اتصال مباشره بتامن في حال توتر لا سمح الله انه يصير في حكي مباشر لتهدئه الامور؟ بلا، هو هيك. مش هو برعايه رئيس المجلس الرئيس نبيه بري اللي هو شايف انه ما بدنا نخلي الامور تفلت بالبلد ونحافظ على حد ادنى من العلاقات؟ بلا. ونحن موقفنا بهذا الموضوع هو التالي، انه نحن هذا الموضوع رغم انه ما عم ينتج شيء الان، لكن فوائد بقائه أكثر بكثير من مضار وقفه، ولذلك ما مستمرين فيه، ما نحرك شيء فيه ومستمرين فيه. ولحظة اللي بيصير في لحظة معينة نقدر نحن وحزب الله والبلد كله سوا يقطف ثمار اتفاق معين بنعمله. هو بالآخر شوفي في مشاكل قائمة بهالبلد، أهم هو فراغ المؤسسات الدستورية كلها سوا. نعم. أكان رئاسة الجمهورية أو الحكومة المعطلة أو المجلس النيابي المعطل، هيدي كلها سوا ما في طريقة لحلها، ما في طريقة بقوة سلاح بتنحل، ولا في طريقة بأنه نعمل ميليشيا بتنحل. في طريقة واحدة بالحوار بتنحل، مش عم تنحل بهذه اللحظة بالحوار. بهذه اللحظة مش عم تنحل. اليوم موضوع الحوار، أي حوار عم تقومي فيه له له ظروف محلية وإقليمية ودولية. دائما لما بيكون هذه الظروف متوفرة بينجح الحوار. باتفاق الدوحة صار في ظروف، هي الظروف الإقليمية يعني صحيح الأهم. ومبارح الرئيس سعد الحريري كان واضح بخطابه يعني في إفطار مزبوط سفراء العرب، وقال مين عم بيعطل؟ إيران. إيران صحيح. طب شو بيفيد الحوار إذا ما حزب الله إذا إيران اللي عم بتعطل؟ صحيح. يعني صحيح. بس هذا التعطيل اللي عم تقوم فيه دولة مثل إيران هو تعطيل لأبدي، ولا هو تعطيل لأنه في ملفات موجودة على الطاولة بالمنطقة؟ في ملفات موجودة على الطاولة بالمنطقة، من اليمن للعراق لسوريا للبنان. ميه؟ لما بيكون في لحظة معينة بتفتح مجال لاتفاق بصير في اتفاق. نحن بدنا نكون حاضرين، وبدنا قنوات الاتصال تكون لبنانية صرفة، لأنه ما بقى حدا من لا العالم العربي ولا الإسلامي ولا المجتمع الدولي مهتم بأنه يجي يعملنا مؤتمر لإلنا ليلاقي لنا حل. مظبوط؟ بالدوحة كان في نخوة عربية اجت وبرزت واخذتنا على الدوحة كلنا سوا وراعت اتفاق. هلا ما حدا، كل واحد مشغول بحاله. طب ما بعرف هلا اذا في مجال لدوحة لبنانية اليوم، كاتب عنا استاذ نقولها نصيف، بس بدي ارجع للموضوع بعد شوي بدي احكي يعني موضوع امكانية تجاوب مع مبادرة الرئيس بري إلى آخره. بس قبل تنخلص من موضوع يعني ما يواجهه تيار المستقبل اليوم، طب يعني كيف ستعالجون لكن ظاهرة أشرف ريفي يعني، وماذا لو تعممت لتشمل يعني كمان حتى آخرين في تيار المستقبل أو من يعني من متحالفين مع تيار المستقبل؟ أول شيء هو اللواء أشرف ريفي عم بيقول إنه هو منه منتمي لتيار المستقبل، فهو أخذ خيار سياسي مخالف لتيار المستقبل. هذا الموضوع
بيعتبر انه عمل معركه سياسيه بطرابلس. هذا الموضوع بنشوف كيف تجي الامور وكيف تتطور، لكن هو منه ازمه حاليه داخل تيار المستقبل، يعني ما في مجموعه من تيار المستقبل رايحه لمحل ثاني. هو بيقول انه هو منه منتمي لتيار المستقبل. فمراجعه الموضوع السياسي بطرابلس هو مراجعه تتعلق بتحالفاتنا وبمؤيدين نوابي الناس اللي هي مع تيار المستقبل بطرابلس. بس عم بحاول يقطف يعني حالة الحريرية السياسية. بس هيدي ما حدا بيقطف عن حدا يا سدولي، انت بتعرفي هذا البلد مش هيك راكب، ما حدا بيقطف عن حدا. في واحد اليوم بيقدر يعمل هو اتجاه سياسي معين وبيقدر يقول والله انا بدي يكفي هيك وشوف مين اللي بيمشي معي ومين مؤيد لي. يعني تعتبروها حاله ظرفيه محصوره بالمكان والزمان يعني؟ لا لا، نحن مش معتبرين انه هذا الموضوع يعني ازمه داهمه علينا هلا بدنا نحلها. نحن معتبرين انه صار في تجاوب مع طرح معين بطرابلس وصوتت طرابلس بهذا، ونحن ماخذين هذا الامر بكثير من الجديه. نحن بنقول اهل طرابلس نقوا، وهذا المجلس البلدي مبروك عليهم وان شاء الله انه بيقدر يشتغل، وكل الناس لازم تساعد هذا المجلس البلدي على انماء طرابلس، لانه في ناس صوتت بعقلية سياسية، ولكن في ناس صوتت بموضوع انمائي انه هذه المدينة محرومة. لكن الموضوع الذي يتعدى هذا الامر، الموضوع السياسي، هذا متروك للانتخابات النيابية القادمة اللي ما بنعرف امتى بدها تصير، هلا ولا بعد سنة. لكن في انتخابات نيابية واضح جدا باقصى الاحوال بعد سنة، وبنشوف كيف تمشي. رح نشوف اذا رح تصير انتخابات نيابية وعي قانون، واذا انتم بيناسبكم اجراء انتخابات كمان. نحن بيناسبنا اجراء انتخابات نيابية اكيد، وهذا موضوع نحن ما عم دائما بحاول ناس يمددوا بيلزقوا لنا اياها، مثل وقت الانتخابات البلديه. نحن ماشيين بهذا الموضوع. ونحكي عن هالموضوع بعد الفاصل الاعلاني، ومنتابع كمان حتى يعني شوي بازمات تيار المستقبل الاخرى، بموقف الوزير المشنوق وشو وكيف يعني تعالج ما تعالج، موقف السعودي حتى ويعني علاقه رئيس المستقبل مع السعوديه مع المملكه، وايضا ازمات يعني المستقبل الماليه وتحديدا اوجي وغيرها وصرف الموظفين، يعني في ازمات نحكي عنها بعد فاصل اعلاني. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع دكتور غطاس خوري. دكتور خوري لم تعرف حلقاتنا بشهر رمضان قصيرة شوي، حتى هيك نقدر نحكي عن كل شيء. خلينا نجزئ إذا صوت الأزمات، إذا ما نحكي بموضوع الأزمة المالية اللي كنا بدأنا نحكي فيها، يعني شو فيك تقول عن هذه الأزمة اللي تكشف أنه موضوع مثلا سعودي أوجي صحيح يعني، ويمكن على طريق التصفية كما يحكى سعودي أوجي. يعني أنا آخر واحد بيقدر يحكي على مواضيع المالية لأني ماني خبير يعني، بس نعم. أنا بعرف أنه في إعادة هيكلة لأوجي، سمعت بالموضوع وبعرف أنه في إعادة هيكلة للموضوع، مثل يعني شركات، غالبية الشركات بالسعودية عم بتواجه أزمة سيولة، وشركات كبيرة يعني وعم بتواجه أزمة سيولة بسبب انخفاض سعر النفط، وبسبب يمكن المشاريع اللي عم تنفذها صار في تضييق عليها. هذا موضوع بتحله سعودي أوجي يعني. بس له تداعيات على الوضع المالي للرئيس سعد الحريري كمان يعني، ومبين انه في بعض مؤسسات اللي تابعه لتيار المستقبل، موظفين مش عم بيقبضوا معاشات من كذا شهر، في موظفين صرفوا مثل حراس صحيح. الحمايه يعني اللي تم صرفهم مؤخرا. صحيح صحيح، وانا بقول لك في ازمه ماليه عم يتم معالجتها باول شيء، مثل اي واحد عنده ازمه ماليه، شو اذا بالبيت عندك ازمه ماليه شو بتعملي؟ بالضبط بالمصاريف، مش هيك؟ فعم يتم معالجتها بضبضبه المصاريف اللي هي يمكن تكون مبالغ فيها، وعم يتم معالجتها بانه يعني بالبادجت الموجود بالميزانيه الموجوده يتم شغل فيه يكون فعال ومفيد. هلا هذا طبعا فيها يعني اجراءات بتكون مرات قاسيه، بس الواحد مضطر يعمل هالشيء. وانا الحقيقه لاقول لك اني بعرف التفاصيل، ما بعرف التفاصيل قد ايه بتعبر بس عن سياسه تضييق سعوديه على الرئيس سعد الحريري. هلا ما بعرف اذا بتعبر عن سياسه تضييق سعوديه، عم نحكي نحن انه في ازمه تمويل شامله بكل المناطق، وخاصه يعني اليوم مع سعر النفط ومع دخول
السعودية كمان بنزاع إقليمي باليمن وفي العراق مفتوح وفي سوريا مفتوحة، ولبنان طبعا يعني كجزء موجود على هالخارطة. أنا ما بفتكر لأقول شغلي أكيدة، ما في استهداف شخصي للرئيس سعد الحريري. بس كان لافت بأول إفطار أقامه الرئيس سعد الحريري كلامه يعني عن موضوع، يعني طلع يقول شغلتين، يقول إنه أنا بدي أتحمل مسؤولية ورح أشرح، ويمكن اليوم رح يشرح مفصلا اليوم إن شاء الله مفصلا ما جرى في الداخل وفي الانتخابات البلدية، وتيقول كمان أو يدافع عن سياسة السعودية في عهد الملك عبد الله الملك الراحل. يعني صحيح، هيدا شو اسمه؟ هيدا اسمه أنه سعد الحريري لما بده يعطي موقف سياسي يتعلق فيه أو بالمملكة العربية السعودية هو بيعبر عنه وبيقول أنه أنا موقفي هو التالي، وأنا لا ناكر جميل المملكة العربية السعودية ولا متنكر لمواقف أخذتها سابقا بعهد الملك عبد الله. يعني عم بيرد على الوزير أنه هذا المشنوق أو عم بيوجه رسالة للسعودية؟ لا، شو الوزير المشنوق اللي سمعه جيدا سمع أنه عم بيقول أنه هيدي روايتي وليست إدانتي، مش هيك؟ عم بيقول أنه أنا روايتي يلي صار صحيح السفير. أنه أنا روايتي لهذا الموضوع هي شايفة هيك بهذه الطريقة، هذا رأيه. وطبعا هو قال أنا منه رأي تيار المستقبل ولا رأي سعد الحريري، هو نفسه الوزير قال هالكلام. هلأ طبعا بتيار مثل تيار المستقبل في تنوع وفي أفكار وفي ناس عندها يعني مواقف تاخدها بتكون مستقلة عن يعني لا تنطبق 100% مع رؤية الرئيس سعد الحريري، لكن هي تحت مظلة الرئيس سعد الحريري. هذه أحد هذه المواقف. يعني ما بعرف كيف يعني كنا عم نحلل موضوع اللي حصل بطرابلس، طب كيف بتحلل ليش قرر الوزير انه هذا المشنوق؟ يعني شو صار بجلسه المكاشفه بينه وبين الرئيس سعد الحريري بعد هالحلقه وبعد هالكلام؟ اول شيء ما بعرف شو صار بينه وبين الرئيس سعد الحريري، اكيد يعني ما سالت ولا يعني ما سالت؟ لا ما سالت، انا بحلك بسال معقول واحد لا انا ما بسال، لانه بفتكر كمان انه داخل تيار المستقبل بيقدر الرئيس سعد الحريري يحكي كلام خاص بينه وبين اي شخصيه وبدون ما يكون لا لإلي ولا للعلن. والشغله الثانيه انه حكي الوزير انه هذا المشؤول اللي بده يحكيهم، فيعني الكلام بعد من الحكي هو يعني نوع من محاوله تصويب للمستقبل. يعني السعوديه ما كانوا ناطرين انه الرئيس سعد الحريري يرجع يعني يصحح الروايه او الرئيس سعد الحريري قال موقفه هو وقال اللي صار معه، وبفتكر رح يرجع يشرح اكثر هذا الموضوع بمناسبات اخرى. لكن هي ما نرد على اللي قاله الوزير المشروع، لأن الوزير المشروع منطلق من أساسا من أنه أنا هذه روايتي وأنا هيك شفت الأمور. ما في مشكلة يعني مع الوزير المشروع حاليا؟ لا ما في مشكلة، أكيد ما في مشكلة. يعني ما بتعتبروا أنه في حدا في سباق؟ يعني لأنه عم يتوضع كمان الأمر بين أشرف ريفي وبين هذا المشروع وبين بعض يعني قيادة تيار المستقبل، في سباق على إرث الحريري، انه اليوم ما في بقى انه القياده السعوديه اليوم الجديده قررت يعني سحب احتكار التمثيل السني من الرئيس سعد الحريري، وبالتالي الكل ناطر. سدولي بدهم ايانا نموت قبل ما يجينا الموت، تضوموا بالهم علينا العالم، بدهم ايانا نموت قبل ما يجينا الموت. شو انه في سعد الحريري موجود والحكي على وراثه الحريريه السياسيه نوع من ضروب الخيال. هذا الموضوع الفرق انه الحقيقه الوزير المشنوق هو من ضمن تيار المستقبل وبكتله تيار المستقبل، ووزير على المستقبل مش عم ينكر هذا الشيء، وهو اذا ابدا راي مخالف بيرجع للتشاور مع الرئيس الحريري، وبيكون بالنهايه الراي اللي بياخده الرئيس الحريري هو الراي السائد، هو اللي بيمثل رسميا تيار المستقبل. يعني عم يحكي كلام إذا كان معارض أو موالي هو من ضمن تركيب التيار المستقبل، هذا هو الفرق بينه وبين أي طرف آخر. فلذلك ما بفتكر أنه هلأ في أي أزمة تتعلق باللي حكيه الوزير المشنوق، هو حكي رأيه، ردت عليه مصادر السعودية، رد السفير، قال الرئيس الحريري موقفه من السعودية وانتهى الموضوع، ما في أكثر من هيك. انتهى هون ما في أكثر من هيك. لا يعني يمكن كان بركر الوزير المشنوق نيتو طيبة، الوزير المشنوق بركي أراد تبرئة سعد الحريري من موضوع زيارة دمشق ومن موضوع اللي تسمى عليه كان عم يحكي من موقع الغيرة
على الرئيس الحريري وتيار المستقبل وعم يعطي روايته هو كيف شاف الأمور. وأنا برأيي يعني بهذه الرواية قد يكون هنالك في مكان صحيح في مكان في مبالغة اللي هو، لكن هذه روايته وهو شاف الأمور بهذا الشيء، لكن عم يحكي من موقع الغيرة مش من موقع تهديم الهيكل. يعني اذا ما فيها المشكله بس كمان يعني عنده ملاحظات على الخيارات التي كمان اتخذها الرئيس الحريري مثل ترشيح سليمان فرنجي والاستمرار فيها، مش هيك او حكى كلامه؟ مش صحيح. الوزير المشنوق كان من ضمن المجموعه اللي ناقشت هذا الامر قبل ما يصير الاتفاق عليه. لا طب قصه مين اخذ هذا الخيار؟ هل هو قرار خارجي اعتمدتوه او انه لا صار هذه لما انفهمت كمان او هو داخلي تسوق في الخارج؟ خليني لك شغله، بالاخر اي فكره بتطلع بيصير في تسويق لها محليا وكمان بيصير في يعني استمزاج اراء خارجيه، لكن بالنهاية القرار أخذه سعد الحريري، ما حدا لا يعذب حاله ولا يتعب ولا يشقى. القرار أخذه الرئيس سعد الحريري. بس معلي ما شفنا أنه قرار الطلع على سوريا اتخذ في السعودية. لا مش صحيح، السعودية كانت عم تعمل مبادرة، هالمبادرة كانت هي استرجاع بظل إجماع عربي، محاولة استرجاع سوريا للحضن العربي. شافت أنه من ضمن هذه المبادرة من المفيد تهدئة الأمور بين النزاع القائم بين الرئيس سعد الحريري وسوريا والقيادة السورية، اقترحت هذا الشيء. لو قال لا ما صار. لو قال لا الرئيس سعد الحريري ما صار، يعني هو اعتنى فزار دمشق، يعني بالظروف اللي كانت موجودة بهذاك الوقت كان في يعني. هل اليوم ما زال مقتنعا بالاستمرار بترشيح سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية؟ نحن اليوم لأنه العماد عون يقول أنه نتائج الانتخابات البلدية باتت تحتم على الرئيس سعد الحريري دعم وصول الرئيس الجمهورية على القليلة في ظل ما يعتبرون أنه منيع من خسائر ليضمن على الأقل عودته إلى السلطة. أنا سمعت من مصادر مش من العماد عون. نعم حقيقة العماد عون ما سمعت منه شيء بهالكلام، يعني ما طلع اي تصريح طلعت مصادر عم تحكي هالشيء. نعم هلا اول شيء نحن ترشيح الوزير الفرنجي عملناه محاوله انقاذيه لانقاذ الرئاسه، هدفنا الرئاسه، حاولنا مع المرشحين الاربعه اللي طرحتهم بكركي بالتسلسل ما مشي الحال، وصلنا للنهايه قلنا خلينا نجرب اذا بنقدر نتفاهم نحن والوزير الفرنجي، وتبين انه قدرنا نتفاهمنا نحن والوزير الفرنجي. الهدف كان انهاء الفراغ الرئاسي وانهاء الشغور الرئاسي. هذه المبادرة موجودة على الطاولة ولن نستبدلها بأي مبادرة أخرى قبل ما نتأكد أنه في ناس بدها تنتخب رئيس الجمهورية. بس فيها خلل أساسي كان أنه ما ضمنتوا موافقة حزب الله مسبقا على المبادرة. هذا مش علينا، هاي مش علينا، هاي مش علينا على الوزير فرنجي. لا هذه بالآخر كان في فريقين بالبلد مقصومين 14 أذار و8 أذار، نحن كان علينا انه نحن كفريق نقول انه نحن منوافق على هذا الموضوع بهذه الشروط. منيح؟ ما مشي هذا الاقتراح، تم عرقلته بانه حزب الله تلكأ بهذا الموضوع، وتم عرقلته بانه صار في يعني ترشيح للعماد عون من قبل طبعا اليوم يعني في طريقه مسدود هذا الاقتراح وهذه المبادرة. انت عم تطلبي تقلي رأيي بالموضوع، انا عم بقول لك الآن هذا الاقتراح ما زال على الطاولة وموجود ولن يستبدل بأي اقتراح آخر ما لم يتم التأكد من أنه في نية لانتخاب رئيس للجمهورية. هلأ اليوم نحن صرنا بموقع أنه شاكين بأنه أي رئيس بس ليش ما بتروحوا للآخر؟ يعني وقتها سليمان فرنجي بيتصل بالرئيس سعد الحريري وبقول له أنه ما تنحرج فيي، يعني إذا بدك ترجع تمشي بالعماد عون ما تنحرج مش هيك صار. شو صار؟ اللي صار أنه كان الرئيس سعد الحريري رد على تويت، رد على كلام طالع عن السيد عن الشيخ نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم، وأنه عم يطلب منا نروح نحن نتفق نحن والعماد عون. طب نحن نتفق نحن والعماد عون وانتم ما بكون تعملوا شيء؟ قالوا تفضلوا انتم اللي انتم فريق 8 اضرار، انه انتم النصر لكم بالحالتين مين ما اجى، وانه احتكرتوا الرئاسه تفضلوا انتم اعملوا هذا الحل مش نحن.
وصار في اتصال بينه وبين الوزير الفرنسي اللي قال له ما تكون محروج بالكلام هذا يعني. نعم. هذا الموضوع نحن بعدنا عن موقفنا. طب ما زال طلع منه هالمبادرة. خليني أرجع لك شغلة تانية. إنه ليش ما بترجعوا بتجربوا إنه بتأيدوا العماد عون ساعتها بيحرج حزب الله. لأنه ما في نية لانتخاب رئيس بالبلد. جربوا. نحن صرنا مقتنعين 100%. كل مرة بندفع من حالنا مش هيك؟ نحن بندفع وما حدا بيسدد أي فاتورة تانية مش هيك؟ هذا المطلوب؟ لا. نحن منا مقتنعين انه في اي نية لانتخاب رئيس للجمهورية، لانه لو كان في نية لانتخاب رئيس للجمهورية قدمنا اول اقتراح والثاني والثالث والرابع وما بيجي منهم ولا اقتراح. نحن الان بالانتظار بس يتخذ قرار لانتخاب رئيس الجمهورية نحكي، قبل هيك ما رح نحكي. يعني ما بدنا ننطر كثير على اساس يعني شو المطلوب؟ يعني ما في رجل. طب في انتخابات نيابيه اذا ما في جمهوريه؟ خليني اقول لك شغله، نحن حتى بموضوع العماد عون مش نحن معرقلين انتخاب العماد عون. مين لك؟ نحن قلنا بننزع المجلس، نحن قلنا نأمن الاكثريه، ونحن قلنا بنعترف باي شخص ينتخب رئيس للجمهوريه، والعماد عون اذا انتخب رئيس للجمهوريه اول ناس مهنيين ومتعاملين معه كرئيس للجمهوريه. المطلوب منا اكثر من هيك، المطلوب منا نحن نأمن الأكترية هذا الانتخاب. طب ما نحن عطينا كلام واضح وصريح للوزير الفرنسي بانه نحن نؤيد خياره، ومش بس نحن، في غيرنا كمان، في الرئيس نبيه بري وفي قوى سياسيه ثانيه اللي دفع بالوزير الفرنسي يقول انه انا عندي أكترية نيابيه، مزبوط ولا لا؟ طب هلا شو المطلوب منا نحن؟ انه ننقلب على هذا الموضوع من جديد؟ طب سمعت الوزير وليد جنبلاط شو قال كمان بكلام الناس، يعني هو قال انه بيرجع بيمشي بالعماد عون يعني إيه، ربطها باجماع مسيحي ويعني بتعرفي الوزير جنبلاط اذا هذا الكلام ما نحن مش ممانعين، اذا صار في اكثريه نيابيه مش ممانعين ينزلوا على المجلس النيابي. مش ممانعين نحن اذا في اكثريه نيابيه تذهب هذا المذهب. يعني اذا نزل وليد جنبلاط ينتخب العماد عون انتم ما بتعطلوا؟ نحن ما بنعطل النصاب، نحن ماخذين موقف ما راح نعطل النصاب، لكن هذا الكلام لانه هو كلام صادر باعلام وانه نوع من لانه فسر انه بدايه تحول قد ينسحب على تيار المستقبل. هو والعماد عون يبدو انه هيك كانه مراهن على اقتراب هذا بطريقته وليد بيك، انه مش انا معرقل الاتفاق المسيحي يعني، انه بس انه هل يبنى على هذا الامر انتخاب رئيس؟ ما بعرف. طب اذا ما في من بين لحديث هلا انه في امكانيه لانتخاب رئيس، في انتخابات نيابيه عم تقول في قبل انتخاب الرئيس بتمشوا فيها قبل انتخاب الرئيس وعي فصل اعلاني فصل اعلاني فصل ونعود لمتابعه نهاركم سعيد. يعني قبل ما افوت بملف الانتخابات النيابيه، الوزير أشرف ريفي عنده حديث صباح اليوم بيقول اختلفنا مع الحريري على نقاط سياسية استشهد من أجلها العشرات، وطرابلس لأهلها وليست لأشرف ريفي أو لغيره. بس أنه شو يعني شو جوابك على هالموضوع؟ بس الدولي أول شيء نحن ما غيرنا أي موقف سياسي كنا ماخدينه. موضوع الحوار مع حزب الله اللي هلأ يعني كان عم يدعي لوقفه، رجع هو قال انه لا بيعملوا بس لكن هو يعني هو افضل منا او بشروطه يكون احلى او ما عرفت كيف. يعني اول شيء نحن همنا كان ما ناخذ البلد على فتنه. وانا برايي الحكي لما واحد بيكون عم يعمل انتخابات ودعايات انتخابيه بيكون شعبي، ولما بيكون بموقع المسؤوليه بيكون مسؤول. يعني بسبعة ايار نحن الهجوم اللي صار علينا كان الوزير اشرف ريفي مدير عام قوى الامن الداخلي. نعم. واكلنا قتله وحدنا وتفرجوا علينا، يعني ما حدا اجى والله عمل عمليه امنيه لا يحمي ريتم او لا يعمل شيء من النوع. لانه كانت الواقعيه السياسيه تفرض. كمان كان في يعني قنوات اتصال يعني مع حزب الله طبعا لانه كان في واقعيه سياسيه عم يشتغل كمسؤول بواقعيه سياسيه. هلا عم يعمل مزيدات يعني حمله انتخابيه. اوكي بيحكي اللي بيلاقيه مناسب، بس هذا الكلام لا يمت الى الواقع بصله. والحوار مع حزب الله لم يغير من موقف تيار لم يغير من هذا اليوم سعد الحريري من مثلا مشاركه حزب الله في القتال في سوريا، من ولا من موقفه من النظام السوري، ولا من موقفه من ايران، ولا من موقفه من ركز عليهم يعني ولا من موقفه من اي شيء. لكن اليوم اذا انا بدي اقول والله انا مختلف على هاي النقطه وعلى النقطه، حتى يعني موضوع الترشيح سامان فرجي لشو صار في استفتاء بطرابلس اذا يعني بفضله
ما هو عم بيقول حليف استراتيجي انه بفضلوا ميشيل عون على سليمان فرنجي، ما صار هالشيء. طيب اوكي ممكن واحد يكون له راي، هو لا بده لا ميشيل عون ولا سليمان فرنجي وقالها يعني على راسي، بس هذا الموضوع بالواقع السياسي مطروح حدا ثالث. هلا اذا مطروح حدا ثالث خلينا نحكي فيه ونشوف اذا نحن موافقين ولا مش موافقين. ما عم نحكي انه ما في رئاسه جمهوريه من الاساس، اذا في رئاسه جمهوريه وفي عنا امكانيه لنصوت لحدا نبقى نحكي بساعتها. لكن الان انه انا طيب انا بدي كمان افضل واحد بالدنيا يكون، بس مش عم بقدر بوصل لهالموضوع، شو بيكون هذا؟ بيكون من نوع من المزايدة السياسية اللي بيقدر يعملها واحد خارج المسؤولية. بس يعني بس انه ترشيح الوزير سليمان فرنجي يعملكم مشاكل مع حتى حلفائكم، يعني حتى مع القوات اللبنانية، حتى مع يعني كتير ناس، وزاد مشاكلكم يعني على الساحة الداخلية. ما بعرف هيدي بكرة كيف بدها تأثر على التحالفات الانتخابية النيابية، مع مين كنت تحالفوا بكرة إذا صار في انتخابات نيابية وعندكم مشكل مع كل الناس تقريبا؟ كنا عارفين انه هذا الموضوع بده يعملنا إشكالية، بس كنا عم نفكر انه ما نملأ فراغ رئاسي اللي هو بيعوض للبنانيين بشكل عام عن هذه التداعيات. المشكلة انه تم اغتيال هذه المحاولة وما وصلت لنتيجة منيح، لكن هذه المحاولة بحد ذاتها جديرة بانه واحد يفكر فيها انه كانت لا ملء فراغ رئاسي وانهاء الشغور القائم منذ سنتين. كنا عم نحكي بيومين وبشهرين وبأسبوعين صفينا عم نحكي بصراحة. ورغم اغتيالها ما زال سليمان فرنجي هو مرشحكم، ما زال هذه قائمة وموجودة، لأنه لحد الآن في مجموعة من القوى السياسية الموجودة بالمجلس النيابي تؤيدها. هلأ الحكي عن أي مبادرة أخرى ما قالوا قيمة إذا ما في قرار بانتخاب رئيس. نعم طب بس بهالحالة رح تسروا على انتخابات الرئاسية قبل النيابية، وشو رح تجاوبوا رئيسنا به بري على مبادرته بكرة؟ نحن ما فينا نقول انه من هلأ للانتخابات النيابية اللي هي بعد سنة ما بدنا نحاول ننتخب رئيس. نحن كل يوم بدنا نحاول ننتخب رئيس، ولحظة اللي بتفتح اي فرصة لانتخاب رئيس ما رح نوفرها، وبننتخب رئيس ولو ما كنا متوافقين معه 100%. طيب وإذا وصلنا على موعد انتخابات نيابية وما انتخبنا رئيس، لكن إذا وصلنا لا سمح الله بعد سنة عم تحكيني على انتخابات نيابية، لا نحن مع إجراء الانتخابات النيابية وعدم تجديد للمجلس النيابي، لأنه المجلس النيابي فقد كتير من شرعيته ومن هيبته عندما تم التجديد له. وخلينا نفوت على انتخابات نيابية وننتخب مجلس نيابي جديد بيكون أفضل للبلد. نحن مع هالشيء حتى لو ما كان بعد ما في رئيس جمهوري، طبعا لانه ما فيك تمددي للمجلس النيابي. تمديد للمجلس النيابي يعني تعطلت كل المؤسسات. طب اذا انتخبت مجلس نيابي جديد على الاقل بيكون في امكانيه ليقول واحد هذا شرعيه جديده ولازم ننطلق منها لانتخاب للرئيس. طب هذا لكن هل نستطيع ناخذ وعد من انه ما بنقدر نعطل النصاب بعد انتخابات نيابية؟ هذا السؤال، سؤال لازم ينسأل. نحن هون بتدخل نمشي مبادرة بأي شيء، بس هذه إلى علاقة بمبادرة الرئيس نبيه بري. نحن عم نطلب من الرئيس بري على طاولة الحوار ياخذ على الأقل التزام أدبي ومعنوي من القيادات السياسية أنه إذا رحنا على انتخابات نيابية مبكرة أو مؤخرة يكون في التزام بحضور الجلسات، حضور جلسة انتخاب رئيس، تأمين النصاب لانتخاب رئيس جمهورية. أنه نطلع من قصة المقاطعة. طب بس انتخابات نيابية على اي قانون دكتور غطاس؟ في قانون مطروح على طول كمان بيتهموكم انه انتم ما بدكم النسبية وانتم ما عم بتعرقلوا امكانية يعني الوصول الى قانون الانتخاب. لكن في هجوم مركز تمثيلي صحيح على تيار المستقبل يستهدف كل شيء له رمزية بتيار المستقبل، اكان الرئيس سعد الحريري او عائلته او وضعه المالي او موظفينه او مؤسساته او مواقفه السياسية، لانه في موقف سياسي اساسي هو المرفوض اللي هو داعم للشرعية اللبنانية وداعم للسلم الاهلي وواقف ضد حصرية السلاح وواقف ضد التدخل بسوريا وبالعراق وباليمن وبكل المكان، هذا هو الاساس. فاذا نحن بموضوع رئاسة الجمهورية عم نأكد انه نحن بدنا نحاول ننتخب رئيس في اي لحظة كانت، وبدنا بموضوع قانون الانتخاب ايضا قانون الانتخاب اتفقنا نحن والقوات اللبنانية على المختلط والوزير وليد جملاط على المختلط. ايه بس مختلفين على التفاصيل يعني على الدوائر. بس خليني لك شيء، في اقتراح الرئيس بري اللي هو 68 نائب اكثري و 68 نائب نسبي، واقتراحنا نحن 60 نائب نسبي و 68 اكثري، يعني على شو عم تحكي؟ على اربع نواب من هون لهون. اوكي طيب الدوائر
والقانون بالاخر باللي اذا اقر هذا القانون بتم تعديله بندن بالمجلس النيابي. المشكله الكبرى انه النواب معتبرين صاروا انه حتى هاي مش من مهماتهم، باخر اجتماع للجان المشتركه بيحلوها على طاوله الحوار. هي طاوله الحوار بدها تاخذ منكم، مش انتم كنتوا تاخذوا طاوله الحوار. لا عم بيقولوا لانه انه المشكله هي عند القيادات، بدها تنحل عند القيادات مش باللجان المشتركه، هو القرار تتخذه القيادات السياسيه. في مجموعه من القيادات السياسيه عم بتقول نحن متوافقين على مختلط، منا الرئيس بري، منا نحن، ومنا القوات اللبنانيه، ومنا الوزير ولي جملاط، كلنا عم نقول انه اوكي مختلط. هلا النسبه 60 68 او 64 ب 64، انا برايي هذا صار نقاش قريب بينحل بمجلس النيابي بجلسه عامه. وانا برايي القانون المختلط اذا طرح بهذه الطريقه واخذ بعين الاعتبار انه انت عم تعملي قانون في نسبيه، وانت بتعرفي في مناطق معينه لا راح تقرب عليها النسبيه ولا راح تطلع صفه النسبيه موجوده بس بالمناطق الاخرى، بكون نحن عملنا تضحيه كافيه لانه يمشي قانون انتخاب مختلف. انا عم بحكي عن المناطق اللي فيها حزب الله وحركه امل، انت بتعرفي حتى بالنسبيه امكانيه الاختراق صعبه. لانه راح يعملوا لائحتين كل واحد رح ينقي مطرح ما بيناسبه. كيف بيناسبه؟ بيناسبه الاكثر بينقي لمناطقه، بيناسبه النسبي بينقي لمناطقه. طب ما هو هيك صار بقانون يعني وما رح توصلوا لنتيجه. طب ما هو هيك صار بقانون الدوحه، بقانون الدوحه عملنا معركه عليه، بقينا جمعه، بقينا اول شيء كانت طارت الدوحه كلها من ورا، كانت طارت الدوحه كلها، وبين على انه انتصار لفريق على فريق. لما انفتي على الانتخابات وبين انه لا 14 أذار ربحت انتخابات 2009، صار في تغيير بالرأي. طيب أوكي، هلأ في فريق من 14 أذار اللي ربح حتى بقانون 2009 بده يغير، اللي هي القوات اللبنانية، ونحن مع هالشي، وبده يحسن التمثيل المسيحي، ونحن مع هالشي. لكن فينا نحسن التمثيل المسيحي بدون ما نضر الأطراف الآخرين؟ فينا. أنا برأيي وفي اقتراحات غير النسبية اللي قال هو، هلأ تقال هيك النسبية وما حدا عارف إذا بتزبط ولا ما بتزبط، وما حدا عارف شو بينتج منها. يمكن نعمل النسبية وينتج منها، أكيد رح ينتج منها مجلس نيابي أفضل، أكثر تمثيلا، لكن أقل إنتاجية. بكل دول العالم اللي بتعتمد النسبية ينتج قوانين انتخاب، ينتج مجالس نيابية أكثر تمثيلا لكن أقل إنتاجية، لأنه بصير متفرق كتير. بس هذا مش مهم، يمكن بكره بعد ما نعمل هالشيء يطلع معنا انه والله هذا لعنه. قد ما يقل ما راح يقل عن الانتاجيه، يعني اللي هلا عم ينتجها شو عم ينتج المجلس. بس اليوم عندك مجموعه من الكتل اذا اتفقت بتمشي قانون، بكره راح يصير عندك مجموعات من الكتل متناحره متنافره، يمكن ما تقدر تنتج ولا قانون. سؤال اخير قبل ما تخلص الحلقه، كيف ستتعاطون في حال تصاعدت المواجهه بين حزب الله والمصارف ورياض سلامه؟ هذا موضوع بيتعلق بالامن الاجتماعي للبلد وبتعلق بسياده البلد، ونحن مع تطبيق القوانين المرعيه الاجراء والمحافظه على وضع لبنان الاقتصادي والمالي بكل الوسائل الممكنه. هلا طبعا في شيء بالقانون الامريكي، في اجتهادات عم بتطاول كثير قطاعات ما لها علاقه مباشره بحزب الله، كانوا موظفين او اساتذه مدارس او بيشتغلوا بمستشفيات او كذا. انا برايي بترك للحاكم يلاقي طريقه لهودي الناس يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه، لانه مش كل واحد عم يشتغل استاذ مدرسه بمدرسه تابع لحزب الله معناته يعني هو عم يشارك بتمويل الارهاب، ولا في واحد عم يشتغل بمستشفى عم يشارك بتمويل الارهاب. وفيها كتير يعني من الحكي الفضفاض، الطريقة اللي عم تنحكى فيها، برأيي متروك للحاكم بكل عقلانية. في اتجاه إلى تصعيد إذا ما تعالج هذا الموضوع، عم ينحكى عن خطوات تصعيدية، منع إمكانية تظاهر أمام مصارف، منع ما بعرف. هلا يعني محط 100 اسم محاكم مصرف، محاطط 100 اسم. نعم. أنا برأيي 100 اسم مش هني حزب الله، يعني بيقدر حزب الله يمارس عمله خارج هال 100 اسم هودي. وانا يعني عنده هذا الموضوع لحكمه حاكم المصرف، حاكم مصرف لبنان عنده من الحكمه الكافيه يعرف يتعامل مع هذا القانون بانه لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. نحن بالاخر البلد القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد اللي قايم عليه بعده البلد، ما بدنا نهدم هذا القطاع. لو بتنتهي حلقتنا دكتور غطاس خوري، بشكرك لحضورك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، وبدنا نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، والى اللقاء.